وأمام شاشات التلفزة وأتحف وأمتع وأقنع الجمهور المغربي لعقود وسنوات طويلة. فهنيئا لمنطقة سيدي يوسف بن علي بتكريم هذه القامة الفنية الثقافية التي أعطت الشيء الكثير إلى الحقل الفني والثقافي بالمملكة المغربية. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا للإخوة الصحفيين على مشاركتهم أنشطة كونفدرالية يوسف بن علي التي تحتفي بهذا اليوم بعيد الاستقلال، وذلك بيوم احتفالي. شهد الشق الصباح كانت واحد الصبحية رياضية التي كانت هي عبارة عن دوري لفروق المقاطعات، تم من خلال فريق ممتع لكل مقاطعة، وأقيم الدوري بمنتزه الحي الجديد صباح اليوم. وشهد كذلك تكريم بعض الوجوه الرياضية أمثال رشيد الراعي ومحمد العوني والمدرب عبد الملك بن الحداد مدرب مولودية مراكش اللي تنتمنى لها التوفيق في هذه السنة. والآن تتواجد بساحة المصلى في الأمسية الفنية الثقافية التي هي عبارة عن وصلات غنائية من الطرب الأندلسي والشعبي والفرقة المراكشية والفرقة النحاسية. والآن سنشهد عرض مسرحي تحت عنوان أوراق أمي، هذه الأمسية الفنية الثقافية التي ستشهد كذلك وقفة اعتراف وامتنان لقامة فنية هي الممثل المسرحي أحمد الشحيمة، سيتم تكريمه هنا في مقاطعة يوسف بن علي، فقدمه طيلة سنوات داخل الحقل الفني والمسرحي. وكذلك ستشهد تكريم الدكتور عمر جدلي المخرج المسرحي والسينمائي ابن مقاطعة سيدي يوسف بن علي، الذي هو كذلك حظي بتكريم كونفدرالية سيدي يوسف بن علي في هذه الأمسية وهذه الاحتفالية. ختاما أود أن أتقدم بالشكر للإخوة الصحفيين على مواكبتهم لأنشطة الكونفدرالية التي أقامتها احتفاء بعيد الاستقلال المجيد. شكرا جزيلا. السلام عليكم. احنا الان كنتواجدوا في ساحه سيدي يوسف بن علي، هذا الاحتفال الكبير بمناسبه عيد الاستقلال. الله يدخل علينا وعلى جميع المغاربه الصحه والسلامه، وكنباركوا لسيدنا ونسأل الله الله يحفظه الله يدخل علينا الاحياء ان شاء الله والسعاده. اليوم الكونفدراليه يا سيدي يوسف بن علي كتحتفل بهذه المناسبه السعيده، ولهذا كنشكر جميعا وكنشكر كل من قام بهذا التكريم وبهذه المناسبة السعيدة، شكرا لكم جميعا. شكرا سيدي الدكتور. شكرا عمر الجدلي. اليوم كنحتفل على الاحتفال النبيلة والجميلة من طرف كونفدرالية سيدي يوسف بن علي. ما علي الا انني نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للصديق محمد خطوه اللي كيرأس هذه الجمعيه العتيده التنمويه، وهو ماشي غريب عليه لانه انسان جمعوي وتربى في هذا الخير وتربى على وجابوا له على فعل الخير وعلى محبه الناس. ايضا الشكر الجزيل السي محمد القرادي المسرحي احد ابناء خشبه الحي والجيل الصاعد قيدومي المسرح بهذه المدينه. اليوم انا كنتواجد في يوسف بن علي باش نكون وفي الحي ديالي اللي تربيت فيه وترعرعت فيه وتشربت منه القوافي والمعاني والكلام، وكنت يعني اليوم فنانا يعني اجود خشبات المسرح على المستوى الوطني والدولي. فالفضل يرجع الى اسرتي والى هذا الحي الذي درست فيه كل مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، وايضا ركبت فيه رفقة أصدقائي وتشربت فيه كل ما يمكن أن يتعلمه الطفل. هذا الظل ديال سيدي يوسف بن علي بقى كيرافقني أنا حتى الآن، هو كيجلد نوع من الوفاء. كان الإنسان لابد أن يكون وفيا لأسرته وأمه وأبيه، أيضا الوفاء للحي وللمدينة هو نوع من الوفاء للأسرة. فشكرا على هذا الاحتفال، شكرا لكم.